انا حامله منك زعما و... حاملة مني؟ اه كتقولي؟ كيفاش كنقول مش حاملة انت معايا ديرها كتقولي؟ وانا نغرق فيها؟ كندير انا دابا معماني الدار، شنو نقول بابا كتقولي؟ شنو نقول ماما؟ عمركم الخوت ما تكونوا بخير ولا خير دريبات تيستي شادو سماش؟ 5 سنين ديال خمس سنين العشاء. ما فهمش ادي انا بنات عشان عادي نجي لشوفتي التيستي زين انا حامله منه، شنو؟ حامله منه. اخ اختي مرحبا واش مزوجين ولا ايه؟ مزوجينش. هذه ديال ما علاقة فيا زواج اش السلام عليكم. دار السلام عليكم كي داير اخويا؟ خويا العزيز كي داير بخير الله يحفظك اخويا الله خويا يرحمه. العزيز حنا واحد واحد سوبر ماركت ديال لي كادو حلينا جداد هنا في قنيطرة اليوم جات عندنا واحد السيدة تقدات واحد الكادوات بغات تصيفطهم ليك مرحبا اخويا. ودابا هاد السيدة خويا العزيز ربحت معنا جوج ديال تريس بروماك زائد كيت اوريجينال انت ان شاء الله غتكون من الفائزين معاها غتاخد واحد غير هي هاد السيدة باش تكمل هاد الربحة خاصها تكون ديجا اون كوبل هي اللي عطاتنا نمرتك وسميتك قالت لنا دايرة معاك علاقة اييه الا كان ممكن تعطينا غير سميتها الا كانت هي اللي معانا ان شاء الله غتربحوا بجوج كاينة وحدة هي اللي عندي اييه اخويا العزيز شنو سميتها إلهام. الهام واخا اخويا العزيز شنو سميتك اختي زينب وتيعيط ليا زنوبة. زنوبة اي اخويا العزيز تهضر ألو معاك الهام هي الهام صافي خويا راحتك ألو خويا، واش شكون أنا؟ إلهام. شكون إلهام؟ ألو ألو الو وي خويا هذا صوني ولا يا ربي عجبك بعد لا عارف شنو دار. التليفون مرة الو فين هي زنوبة؟ نسيتيها؟ كيفاش فينا زينب؟ واه كيفاش فينا زينب؟ انا حاملة منك زعما و... حاملة مني؟ كتقولي كيفاش كنقول فاش حامله انت معايا ديرها كتقولي وانا نغرق فيها؟ كندير انا دابا معماني الدار، شنو نقول بابا السيدة شنو نقول ماما؟ انت قلت لي حامله مني انا سمعت مني تقول واش تمك هذا كنهضر معاك بصح؟ واش كنا ولا تفرقي تردي ليا انا سير اخويا الله يخطفك الحق بيناتنا. المهم انا ضروري نمشي عند المخزن حيت انا كاينه معاك انت، ما كايناش مع شي واحد اخر. ولا المهم جيتك اللي في جهدك ديري في جهدي غندير اللي في جهدي. غندير اللي في جهدي. شوف سيري قلبي على باه وسيرك سير تلعب مع قرانك، راه انت هو باه اش من باه. حنا فاش غنوصلو عند المخزن غادي نديرو التحليل ديال الاي دي ان، مي غادي تعرف ديك الساعه واش كون باه واش انت ولا شي واحد اخر. وديك الساعه قول لهم لا ما غندوش الحبس. اوكي مرحبا ايوا مرحبا واخا دابا دابا مرحبا دابا يطول مرحبا ويعجبك، دابا يطول ويعجبك. دابا يطول دابا يطول ويعجبك. دابا تشوف طقطع عليا اخويا، طقطع عليا طقطع. واخويا العزيز الحبيب قول لي دابا دخلك والله ما حشمتيش مضيعه السيده مسكينه شنو تقول لوالدها شنو تقول لها ايه مضيعة واش هي في مولا كتفرق اخويا وتقول لي انا مضيعة كيفاش كتفرق في مولا اخويا حالة رجليها الله يهديك اخويا شادي هضره دخلك والله وش هادي هضره تبغي انت دابا شويه واحنا يضحك لك على كنقولوها بنتك ولا الصراحة يضحك لك على والله شي اختك حاجة عارفة انا راه مرحبا ولا عارف شنو كاين اخويا باش على الحق وانا ندوي انا خلينا نشرحوا ونشوفوا الله دابا صافي انت اسمك بيناتنا بينو وبين المخزن. ديك الساعة ويقول لهم لا راه حكا ماشي فاش يديروا الا دي ان يقولوا لا ماشي ولدي حكا راه ولدي فين صافي موالاتك صافي صافي اختي جي طوالك يلا انت سلام اسم اخويا اسمعني بلاتي بلاتي انا نهضر انت دابا ما غتخسر والو ياك جرب دير التحاليل ديال الادين الا كان الدري ولدك ولا بنتك ولا شي حاجه انت انت وهاد السيده شوف ديروا شي حل بيناتكم ما كانش داك الساعه في امكانك تقول هاد الهضره ما عنديش الوقت لذاك الشيء يا خويا واه كيفاش ما غيكون عندك الوقت ان شاء الله عند البوليس. صافي نجي عندي نمشي معاك انت اسمعني يا خويا شوف شوف دابا انتم ما توصلوش حتى لهذا النيفو هذا حتى لهذه الدرجه تحاولوها بيناتكم تلقاو واحد الحل اللي هو زويون ما كاينش الحل ما كاينش الحل. صافي الله يعاونك. صافي قطع عليه قطع عليه خويا واخويا قطع قطع الموسيقى باش نهضروا معاك في اللحظه انت اسمعني يا خويا العزيز اخويا انت الله يجزيك بخير انت دابا ما طياش هاد السيده وحسبها دابا شوف حسب راسك انت دابا اختك وقع عليها هذا المشكل ولا بنتك تزوج تولد واحد البنيه وتجيب لك شي كريشه ديال الحرام شنو غدير؟ تبغي شي واحد اللي يضحك لك على بنتك؟ اخويا ديك الساعه يكون خير دير شي وقيت اخويا كيفاش دير شي وقيت واش تسهرك باغي نتقهوى معاك يا شنو؟ واش يكون عندي الوقت ما عنديش الوقت اخويا دابا بس براك شي الله يحفظك انا فاهم انا راه شي ما دخلش ليا الراس المره اخويا شنو قلتي اخويا؟ فاش يكون عندي الوقت ما عنديش الوقت فاش خدام اخويا العزيز بالسلامه باش ما عندكش الوقت فاش خدام اخويا
اخويا دابا انا فهمت الضيع في الخدمه ما نديش اخويا يطلع مزيان في في الخدمه الطواليت. اللي نتبع الخوال الخاوي انا عارف باش عارف حملت مني انت متأكد؟ متاكد اخويا باش عرفتي راسك انت متأكد؟ واخويا عارف شنو كاين انا شفت عيني دب شنو؟ شفت عيني شنو شنو شفت شفت عينك شنو شفت عينك شنو شفت عينك شنو شفت عيني؟ شنو شفت؟ معليش تقدم عندك من الطوموبيل انا من الطنوبيل وقلنا معليش كنمشي تقدم معاك انت عندك بوحدك. الا وضحك شوف 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 نظرة كاملة بيناتنا القانون اوكي قانون صافي فوق اوكي كل شيء ديك صافي الساعة اوكي وغادي نشوفوا شكون غادي يمشي يدوز حبس واش انا ولا انت. صافي اختي يلا قولي سلام قولي اخويا السلام. بغيت نسولك عمرك جمعت معاك شي علاقة انت وهاد السيدة شي علاقة زعما؟ كنت انا وياه ولكن ملي لا مشات كنتو زعما مجموعة في الحادثة دار وحدة جمعتو في دار وحدة؟ وي ايوا اذا زعما يعني غيكون عارف راسك انت شنو داير. وانا عارف راسي ولكن ملي فهمت شي حاجة ملي كتكون مشروكة معاك ما عندك ما دير بيها اولا كيفاش مشتراوكو هادشي؟ شي صباط اصلا كيفاش مشتراوكو؟ كانت مشات مع واحد من الطوموبيل كيف سمشيتي ماشي واحد؟ كاين شي خويا هادشي اكيد تفلا كداب هذاك داك كله خويا صافي انا كنكذب ايوا صافي المهم نخدم بينات ايه ان شاء الله تمشي دوز صافي حبيب بيس. حبيبتي شنو هي قال الفساد اللي كاع مشيتيها علاش غادي نمشي الفساد ايوا صافي يلا ما يمشي سيري دابا ما قدر غرابك وانا معاك ايه صافي واخا كون هاني دابا توصلت يلا السيد على الدار يلا الله يعاون يلا الله سلام الله يعاون خويتنا. شو تقولي لي اختي من هذا المنبر هذا؟ ان شاء الله دابا يجي اللي غادي يضحك لي على اخته ولا على بنته ان شاء الله نادم لا حول ولا قوة الا بالله دابا المدة كاملة ونتي وياه في الاخر نكاكل شي واش دابا انتي زعما بغيتي تيستي حشا حملتي ولا زعما بغيتي تيستي باش تاكدي ولا ديجا شتي زعما شي حاجة منه انا ولا ديجا اصلا كنت شفت في شي خواضات شرب داكشي منك ولا مرات بزاف. تعطي اخر رسالة اي ما شنو غادي نقول ليه بيناتنا مخزن قانون في كل شيء خوت اللي بغيت تيستي زعو الكومنتات تلقاو الانستغرام مرحبا بكم كاملين ان شاء الله خوتي عزيز.